بص بقى يا دعبول، انا عايزك تعيش في الدور على الاخر. ها، عايزك بقى تبطل الشغل ابو 3 مليم ده، احنا داخلين يلا على نصبايه كبيره. يعني اخرج لك كل اسلحه الدمار الشامل؟ ايوه، وكل بقى ما تزور في الاسلحه دي كل ما هم هيصدقوا اكتر. يا ولا انا عايزك تبقى دجال شاطر. طب ما انا دجال شاطر يا عم. اتوكس اتوكس على خيبتك، دجال شاطر ايه؟ انا عايزك تبقى اشطر من كده. طب هم عايزيني في ايه بقى؟ انا هقول لك يا دعبول، بص، في دولة ابن عمي عنده واحدة ست في الشقة هناك عليها عين، انما ايه، تقوم منشين على الهدف وتقوم شايطة على طول، يعني عايزة لها عصام الحضري عشان يصدعها. ها، هم بقى عايزين يقتلوا الحسد ده. طب ما انا احسن من ابو تريكة وشيكابالا كمان، ده لحد فيها شبع في الشيكابالا. وبعدين انا مش عايزة شغل كتير كده. لا بقول لك كده عبول، صح صح كده، احنا عايزين شغل كتير علشان يبقى مطالبنا كتير والفلوس كتير، وبعدين هنبقى نقسم في الاخر، ها، مع بعض في السكرات. لا 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 لا، عيب كده بقى. الله، الاستاذ عادل لازم يبقى معانا في المصلحه دي. استاذ عادل ايه ده؟ انا بقول لك في السكرات ده، اذا كان الاستاذ عادل نفسه هو اللي هيدفع. اه طيب خلاص، انا هجهز عده الشغل بقى. ماشي، وما تنساش بقى تغير اللبس بتاعك ده. وماله اللبس ده بقى؟ انت هتشوح لي وتعمل لي كده؟ انت رايح تخطب يا دعبول؟ انا بقول لك دجال دجال، يعني لبس اللي هو بتاع الدجالين بتاع زمان ده، اللي هو التسعينات. تسعينات؟ اه فاكر، بس انا ما اتولدتش في التسعينات. انا هقول لك يا دعبول، انا اتولدت فيها وهقول لك. يعني انت اتولدت قبلي؟ ايوه، يعني انا اصغر منك يا ولد. بص يا دعبول، انت ايه يعني تروح تلبس كده طرطور، ها، وجلابيه كده مرقعه احمر واخضر وبتاع وبخور. ايوه ايوه عرفت، دجال فيديو كليب يعني. عليك نور، صحصح كده وتقعد تعمل شعوذه كده. هقوم اجهز لك الفيديو كليب انا بقى. برافو عليك. خدت الشر وراحت. الكلمة دي بقى ما بحبش اسمعها، لان مفيش حاجة خدت الشر وراحت. يا خسارة، البادي كان هياكل من جسمك حتة يا رانيا. يا مامي انا خايفة اموت، خايفة اموت. ما تقوليش كده بقى يا حبيبتي، ده انت بتقولي كده ليه؟ افتح الباب احسن. انتوا مستنيين حد؟ لا ان شاء الله خير يا منى، ان شاء الله يا حبيبتي، احنا مش مستنيين حد خالص يا ماما. ازيك يا تيتا؟ ازيك يا حبيبتي؟ فين ماما؟ بتولع اهي. ماما نجحت في الامتحان يا ماما، وجبت في كل المواد 10/10. ياسمين كبرت وحلوت وشعرها طول. حاضر ياسمين. فيرا؟ لا مفيش خالته حاجه، مفيش اي حاجه. مامي والله العظيم لو بنتي جرى لها حاجه لا تبقى قطيعه بيني وبينك للابد. ايه ده ايه ده يا رانيا، بتكلمي مامتك كده ليه؟ معلش يا منى، اصلي في مشاكل ما بيني وبين ياسمين. انت يا بنت خشي اوضتك وما تخرجيش منها خالص، خديها يا رانيا على اوضتها. في ايه يا جماعه؟ ما انا ناجحه. هما بقى الناجحين بنعمل معاهم كده، عاجبك ولا مش عاجبك؟ ده انا ايه يا جماعه، بتزعقوا للبنت كده ليه؟ البنت ناجحه وجميله وزي الفل. دي سفله وقللت الادب. ايوه سفله وقللت الادب، خش دور. اتفضل. السلام على اهل البيت من البني ادمين. مين البني ادمين ده يا عادل؟ ده عم دعبول صاحب عادل من ايام المدرسه، بس هو بقى ربنا كرمه وكمل دراسته. ايوه ايوه ايوه، هو صاحبي يعني، هو بس يعني ايه لابس لبس غريب شويه، لان هو اصلا فنان يعني، والفنون جنون احنا عارفين طبعا. خي 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 خي. ده هو لابس كده ليه؟ اصل احنا استعجلناه يعني، وهو نازل وكان بيرسم لوحه فلبس اللوحه، فهو راجل فنان فعشان كده. فين المذكوره اللي انا بكلمها اللي قاعده قدامك دي؟ اه عادل، انا كنت عايز اسالك على الشقه، عملت لي ايه فيها؟ عملت لك كل خير اهو اهو، اساليه ووجهي له كلامك على طول. هو ده السمسار؟ هو سمسار، بس هو يعني ايه فنان، بس سمسار بس بوهيمي يعني، هو وجهي له كلامك كله بقى. انا كنت عايزه شقه لطلبه يعيشوا فيها. هو بيعمل ايه عادي؟ هو بيفلي الهوا حضرتك. ايوه يعني هو بس اصله مركز شويه يعني. انا كنت عايزه شقه علشان اولاد يعني يقعدوا فيها.
بتعمل ايه؟ سيبيه بس، هو مركز يعني، مركز حضرتك. مركز ايه؟ ده مش فاهم حاجه خالص، ولا سامعني ولا سامع انا بقول ايه. عادل، هو صاحبك بيعمل كده ليه؟ تقريبا يعني بيحلق لها. ايه يا عم بقول ركز بقى، في شر، في غل. ما احنا عارفين ان في شر وفي غل. ايه ده يا راجل؟ ايه يا راجل انت؟ انت هتدلق عليا ايه وتبوظ لي هدومي؟ خلاص الشر رجع لاصحابه يا اهل البيت، رجع لاصحابه خلاص. مش الشر، مش حضرتك يعني كده يبقى خلاص احنا في امان؟ خلاص امان امان. الشر لبسه باين يعني احنا في امان. طب متشكرين قوي، متشكرين. الحساب 100 جنيه يا استاذ. بعدين مش الوقت، مش الوقت. حساب ايه يا عادل؟ الحساب يا خالته، الحساب يوم الحساب، حساب الصوره اللي هيرسمها لك، مش كده يا عادل؟ ده هو فنان فظيع بيرسم صور عجيبه يعني. يلا 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 بينا. ياه، بياخد على كل صوره يرسمها 100 جنيه؟ على كده بياخد فلوس كتير قوي. جايبينك تنقذنا ولا جايبينك تقع؟ الشر رجع تاني يا ابني، الشر بيوجعني، خد بايدي يا ابني. اقول لك حلها، تجيب لي قراجوز. واعمل ايه بس يا رانيا؟ ما كانش قدامي حل غير كده. اهو طلع نصاب الاستاذ. اهو خد جزاته. بس المهم بقى يا ستي دلوقتي ان انا خالتك دي انا مش متضايق منها، بالعكس انا عايز استغلها، اخدها بقى تحسك كل البازارات اللي حواليا يخسروا كلهم وانا الوحيد اللي اكسب. يا سلام، ولما تحسب بقى الفلوس اللي انت كسبتها فطير. صح. طب وبعدين؟ ولا حاجه، انا خايفه بصراحه لو فضلت قاعده كده البيت يولع. ايوه. طب والحل؟ طب يا رانيا الحل، هي جايه تدور على شقه لابنها، دور لها الشقة. قلبت الدنيا على شقة، معرفش أول مرة حاجة تقفل معايا بالشكل الغريب ده. خدها من إيديها وانزلوا دوروا على سماسرة أرجوك يا عادل. وهو بالمرة على فكرة بقى عربيتك مش هتتحسد، لأن أصلا عربيتك محسودة خلقة. عارفة بقى، أنا بفكر إن خالتك دي يا ريت تحسدنا. يا سلام. هي شايفانا طبعا متجمعين كلنا في شقة واحدة، تحسدنا بقى بحيث نتفرق كل واحدة فيكوا في حتة. ما جاش في بالك بقى لما تحسدنا عشان نتفرق كل واحد فينا في حتة، تحسدنا فنموت فنتحط كل واحد فينا. خلاص وصلت. بس ما تقلقيش، وانا واخدها ورايحين ندور لها على الشقة، هخليها تركز انها تفرقنا في شقق مش في تراب الغفير ولا البساتين. سميري حبيبي، بابا ماله؟ ايه؟ في ايه؟ ده ابن منى اتصل دلوقتي وظاهر ان الحاج تعبان. ايوه يا حبيبي انا جايه على طول، مع السلامه. هتمشي؟ ايه يا خالته يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ لازم امشي، الحاج تعب فجاه ونقلوه المستشفى. هو كان تعبان قبل ما تيجي يا منى؟ ابدا يا اختي، سايباه زي الفل والله، دي عين وصابتنا، احنا دايما محسودين كده على طول. يمهل ولا يهمل. انا ماشي، سلام يا عادل. تحب اوصلك ولا حاجه؟ لا يا حبيبي، معايا عربيتي. مع السلامه يا خالته. مع السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. مع السلامه، خدي بالك. الله يسلمك. سلسلة المفاتيح بتاعتها؟ لا يا مامي، انت شفتي عربيتها وجمالها؟ تحفه، طول بعرض كده، ما انت شفتيها قبل كده. مش معقول، انا مش فاهمه، لونها ايه دي؟ لا هي فضي ولا هي بيضاء، لون يخطف العين. ايه يا جماعه، انتوا هتحسدوها ولا ايه؟ يا عم نحسد ونعمل، احنا بنتكلم. وبعدين يعني احنا ما بنهزيش حد ولا بنحسد حد خالص، اهو هنتكلم. ايوه الحقني يا عادل. إيه إيه؟ الحقيني يا اختي، نزلت لقيت عربيه لوني دشدشت العربيه بتاعتي. ها الحمد لله دلوقتي اطمنا، العربيه بتتصلح والحاج خرج من المستشفى وكله تمام. الحمد لله. انا بس عايزك في حاجه، اتفضلي معايا يعني في خدمه بسيطه. من عيني. ايوه من عينيكي. بصي من الشباك كده، شايفه البازار اللي هناك ده؟ فين ده؟ البازار اللي هناك ده اللي فيه ناس داخله خارجه كتير جدا دول. انا مش عارفه انت تقصد انهي واحد. اللي في اخر الشارع هناك ده. ياه،
نظرك جايب لاخر الشارع؟ في حاجه داخل في عيني ولا ايه؟ ايه ده انا اتعميت؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مالك يا عادل في ايه؟ مفيش، سمعت خبر كده اهو في الشغل يعني زعلني شوية. ايه لغوا التماثيل؟ لا لغوا الاستظراف. يبقى انت اول واحد هتزعل. لا يا ظريفة، بابا عيان. وايه اللي زعل في كده؟ عيان عيا جامد يا ماما. هيقعد له سنتين تلاتة لحد ما يخلص ذنوبه، ده ذنوبه قد كده. أنا عايزة أشوفه، ما تبصليش كده. زي ما انتي امي هو برضو ابويا، هو صحيح طلق امي وصحيح اتجوز صاحبتي وصحيح شربني في اعار البيوت وصحيح خلى انصاف الرجال يتحكموا فيا، بس مهما كان ابويا برضو. قولي يا عادل هو مالي في ايه؟ انصاف الرجال دي احاسبك عليها بعدين. عموما هو عيان عيا جامد، في اشتباه في مرض خطير ورقت في البيت. اشتباه؟ يبقى هيعياله يومين ثلاثه كده وبعدين يقوم زي القرد. ايه اللي بتقولي ده يا ماما؟ تلاقيه بس بيعمل حركتين كده على مراته عشان يهبش منها سلسلة ولا غوشتين زي ما كان بيعمل معايا. بس لا لا، دي ما يقدرش ياخد منها حاجة ابدا، دي هي اللي عيته. سلوى المنطقي دي احقر انسان على وجه الارض. بس بصي بقى يا ماما، ما تزعليش مننا لو روحنا زرناه. لا خالص ما زعلش، انا ما زعلش من الحاجات دي ابدا. طب جربوا كده روح زوروه شوفوني هزعل ولا لا. ماشي. يعني نروح يا ماما؟ أروحه، بس قلبي وربي هيبقى غضبان عليك. أمك ثم أمك ثم أمك. ماشي، ثم أبوك عادي. أنا يظهر معرفتش أربيكوا كويس. بالعكس يا ماما، أنت عشان ربيتينا كويس إحنا بنفكر نروح نزور بابا. لكن لو أنت بقى مصرة على الفشل في تربيتنا بلاش نزوره، مادام ده هيزعلك بلاش نزوره. مش كده سناء؟ بلاش بلاش. سناء تعالي، عايزك في حاجة تانية خالص غير موضوع بابا بعد إذنك يا ماما. تعالي. هنعمل ايه دلوقتي؟ بصي بقى سناء، مفيش حل غير ان انا وانت نتقابل كأن انا رايح الشغل وانت رايحه المدرسه عادي جدا، وبعدين نزوق ونكت يعني نروح بقى نقابل بابا. حلوه نكت دي يا واد، فكرتني ايام ما كنت بزوق من المدرسه ايام وليالي مع الواد. بابا يا حبيبي يا بابا. بابا مين يا ام بابا؟ بتزوغي؟ ماشي ماشي، انا بقى كنص الراجل زي ما انت بتقولي هعديلك الموضوع ده. كنت بتزوغي من المدرسه تروحي فين يا بنت؟ والله ما حصل. والله ما حصل؟ كنت بتزوغي مع مين اصلا؟ والله ما حصل. وانا بقى كانوا العيال في المدرسه بيقولوا عليا ايه من ورايا؟ ما انا كنت ساعتها ما ببقاش في المدرسه عشان اعرف بيقولوا ايه عليك ساعتها. يعني ماشي ماشي، بس انا مش هعديها لك يا سناء. ماشي ماشي حبيبي، خير الموضوع بابا. بكره بقى ان شاء الله نروح لبابا. بس لعلمك يا عادل، انا لازم اتاكد ان البت اللي اسمها الزفته المنطعي دي، الكارته الغتيته البارده ديت، مش موجوده في البيت وبتتنايل تروح المدرسة الصبح، ما بترجعش للظهر. موجودة مش موجودة مش دي القضية. المهم دلوقتي احنا مش عايزين نركز في أي حاجة غير موضوع بابا. بابا ده لازم نطمن عليه، الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل له. لا ما ينفعش يا عادل، ما ينفعش روح البيت وزفتة منطعي موجودة في البيت يا عادل، لأني لو شفتها همسكها من شعرها أمرشها في العرض مرشة كده وارتكب جناية مع سبق الأسرة والترصد. كنت بتخرجي مع مين يا بنت؟ والمصحف ما حصل. مساء الخير رانيا. مين حضرتك؟ سلوى المنطقي يا حبيبتي. سلوى المنطقي، الاسم ده سمعته قبل كده. يا ربي فين منطقي منطقي. هو حضرتك ليكي اي اصول البانيه؟ من اي اصول البانيه؟ بالنسبه للبن يعني سيدي الله يرحمه كان شغال لبان. لبان بعد كده طور نفسه، حب يجدد، اشتغل في الزبادي. اجيب لك سلطانيه؟ فين الدوني العره اللي اسمها سناء واخوها النطع اللي اسمه عادل؟ تبقوا قرايب. بس بس ما تزعلنيش منك يا حبيبتي، تفهم من بقك. القرايب قال ده، انا بقول لك من عيله المنطقي، عيله كبيره قوي 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 قوي. ايش جاب لي جاب يا حبيبتي؟
دول عيلة رمة، دون واتشين لمامة، بيشربوا العصير في كياس بلاستيك. ما عرفوش طريق العصير ابو كرتونه الا لما دخلوا بيتش يا حبيبتي. والله انا ملاحظه ان حضرتك مستفزه منهم بشكل استفزازي بحت، ويعني كده في استفزاز. هل ده ليه اي اسباب من وجهه نظرك؟ ايه يا حبيبتي، هو حضرتك مذيعه؟ يا ما عليا ولا انت كنت حامل كده؟ بس المشكله ان كان في شويه ظروف عليا، بس انا طبيعتي تثقيفيه ومهتمه بالثقافه. طيب يا تثقيفيه ومهتمه بالثقافه، شدي طولك كده هاتي لي كوبايه ميه وانتي راجعه هثقف لك. اسطوره. ماشي يا سناء، ان ما فرجتك ماشي. اهلا اهلا يا حبيبي، يا اللي رامي ابوك عندي رميه الكلب الاقرب وشايل ايدك ونفض. مش صالح بس لما يغور ويروح في 60 داهيه تيجي تقول لي ساب لي كام ليا ايه ولا ايه يا حبيبي؟ اشرب يا عادل. بابا ماله؟ بابا جرى له حاجه؟ لا يا حبيبي، بابا استمرته خلاص خلصت، بتتمجي بيسلم نمر اللي ما حد فيكم افتكر وجاب سبرينا وجاي طل عليه. ايه عايزين نصرف عليه من جيب يا حبيبي؟ ايه الغاغه دي؟ ايه الصوت ده؟ البيت ده ملوش حرمه ولا ايه؟ مين اللي اهلا باللي ان شاء الله هتتكفي على وشها في نار جهنم، ادوني العره اللي مش هتشوف الجواز ولا تخش بيت العدل، يعني محرومه من الاثنين، انك تخش دنيا وانك تخش اخره، ان شاء الله هتتحلمي منه. طول ما انت راميه ابوكي عندي رميه الكلب الاعرج، ونايمه جوه حبيبتي على مرتبه ريش. انت غيرت المرتبه يا سناء؟ انتي اتشو 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 بتتكلمي كده ليه؟ بفوقكوا حبيبتي عشان انتوا عيلة دون جلدكوا تخين. لا 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 لا، كفاية قوي كده بقى. هو انا عشان سكتنا له مش عارف عمل ايه في حماره؟ لعلمك بقى مش كلنا جلدنا تخين لعلمك. بس يا مامي كان لازم تسافري اسكندرية دلوقتي، كان لازم تبقي موجودة عشان تتفرجي على سناء وهي بتطرقع. ايه يا سناء؟ ما تخش عليها، ده انت الليبرو بتاعنا. ايه جالك شد عضلي في لسانك؟ ايه قلبت على حسين رياض في رد قلبه ولا ايه؟ قال يا قاعدين في العز ورميين بالكم على غيركم كاتكم الخام. انتي ازاي يا سلوى يا تخشي كده البيت كده عادي يعني؟ الله الله سناء اللجأة العانس المطلقة واقفة كده تكلمني راس براس فيس تو فيس. يا نهار اسود، دي من جمله واحده بس جابت اخرك يا سناء. ايه الست الفظيعه دي؟ دي بتتعشى سم دي ولا ايه؟ هو صحيح سناء المنطعي ده يعني ده اسم انسان ولا حيوان وتحور؟ ماما يا ماما يا حبيبتي انجخ يا ماما يا ماما، روحي لماما يا حبيبتي خليها ترضعك ولا تجي لي انا ام الواد. واضح ان حضرتك استهلكت صوتك يعني. اتفضلي حضرتك، تحبي تشربي ايه؟ ولا حاجه حبيبي، شاربه من كعاني من هنا من ابوكو. مفيش مانع اضرب لي سندوتشين على السريع كده، ما عنديش وقت. قوي قوي فرصه الانتقام. رانيا يا حبيبي بقول لك ايه، اعملي لنا سندوتشات من اللي انت بتحبيها. بكاتش يا عجل بجد فرصتك. اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير. ايه حبيبتي ايه دخلت التريقه عليا كده فوست فوس؟ لا ازاي، ده بيتك ومطرحك. ازيك يا مدام؟ احسن منكم كلكم يا اختي. اكيد طبعا، والا ما كانش سابنا وراح اتجوزك. ما هو مقلب وشربته يا حبيبتي طلع موكوس. معلش يا الله يكون في عونك، ده انتي بنت اصول كل الناس بتشكر فيكي. ده انا واطشه ليه بتقولي بنت اصول؟ شفتي انت بتتريقي عليا؟ ابدا، ربنا يعلم انا بقول عليكي ايه. انتي غلبانه. غلبانه؟ ايوه، واحده من عيله المناطعي وتقع في صعيد القرش تبقى غلبانه. اسكتي يا اختي. ايه؟ اصل هو كان ساعتها يعني احسن اللي تقدموا لي، بس ما تجيبي السيره للناس دي
دول ناس واطشين قوي. المهم قعد دخلي بالحنجل والمنجل وكلام معسول يا اختي دوخني قضى عليا خلاني مش عارفه انطق. اسكتي. حلوه قوي ترويض النمره ده يا ماما، احنا بعد كده بقى نسميكي انعام الحلو. تقصد ايه؟ نسيتوني جايه في ايه؟ اكيد عشان صله الرحم. بالظبط، برافو عليكي، هو ده اللي انا جايه فيه. دي فاتوره علاج الدكاتره والادويه والاستوباليات اللي كنت بروح بها بابوكم. بابوكم؟ ايوه، بكره ان شاء الله يبقى عندي شيك من المبلغ ده. ده بره الحساب اللي هيبقى بينا وبين بعض لما يتكل على الله ويروح في ده. نبقى نقعد بقى يا حبيبي ونتحاسب، ويبقى خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، يا اما هشيله هلا بيلا وارموه لكم هنا على بير السلم، وشدة المغرف للمناطعه يجولكم هنا، يخلوا اكبر حته فيكم قد كده اهو. ماشي؟ من غير سلام.